الزنا زي الزحليقة، بيقعد البني آدم يطلع سلمة سلمة سلمة، وبعدين لو مسك الزحليقة من الأول بينزل، ما بيقفش إلا تحت في الأرض في القاع. مفيش حد بيقع في الزنا خطوة واحدة، إنما في مقدمات للزنا، من أول النظرة لغاية التجاوز في الكلام، لغاية التجاوز عزكم الله في القرب الزايد من الجنس الآخر، لغاية ما البني آدم بيبقى عنده ثقة زائفة، fake confidence، إن مش هيقع في الكبيرة، ويقع زي اللي وقع قبله. أكبر إشكالية للزنا، إشكاليتين كبار قوي، إشكالية في كسر الحياء من الله، إن البني آدم عشان يرتكب الكبيرة دي بيقفل على نفسه عشان ما فيش حد من التراب اللي هم البشر يعني يشوفه، حتى ولو ربنا مطلع عليه. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد يرتفع عنه الإيمان كأنه ظلة، كأنه قلع الجلابية بتاعته كده، الإيمان يطلع منه كده، فإذا تاب عاد إليه. إشكالية التانية والفقر، الزنا يورث الفقر. الفقر هو الإحساس الدائم بالاحتياج، الاحتياج للفلوس، فقر الفلوس، الاحتياج للثقة بالنفس، الاحتياج لإحساس الأمان، الاحتياج لإحساس إن أنا نضيف وأعرف أقابل ربنا في أي وقت. فربنا يعين، وأي حد فينا بالله قوي على شهوته، وأي حد فينا صفر ضعيف لو ساب ربنا سبحانه وتعالى. فربنا ياخد بأيدينا وينجينا ويتوب على الجميع.